ينضم إلينا مراسلنا من لندن عمر باشير، ومن باريس مراسلة الغد بلقيس النحاس. أهلا بكما. أبدأ معك عمر، يعني إجراءات جديدة للحكومة البريطانية تتعلق بالتلقيح في المملكة المتحدة، إلى أين وصلت مراحل التلقيح؟ هل تم تقسيم الناس إلى فئات، ووفق أي تقسيم يجري توزيع هذا اللقاح؟ نعم لينا، بريطانيا قسمت البريطانيين إلى تسعة مستويات. هناك أولوية الآن للمستويات الأربع الأولى، وهي من تزيد أعمارهم عن 70 عام، ومن هم في دور الرعاية وأيضا المشرفين على سلامتهم. والمستوى الثالث يشمل من هم في الصفوف الأمامية، وأخيرا من هم من المرضى الذين يؤثر فيروس كورونا على سلامتهم وحياتهم، طبعا في حال أصيبوا بالفيروس بغض النظر عن أعمارهم. الآن عمليات التلقيح مستمرة لهذه الفئات الأربع، وبلغ عدد الذين حصلوا على اللقاح بالجرعة الأولى 11 مليون شخص، وينتظر أن يصبح الرقم 15 مليون إنسان عند منتصف الشهر الجاري. الخطة طويلة الأمد للحكومة البريطانية هي أن يتم تطعيم جميع من هم فوق 50 عام عند شهر مايو المقبل، على أن تستأنف وتستكمل عمليات التطعيم لباقي البريطانيين قبل بداية فصل الصيف. ولكن هذه الخطة مرتبطة بردة فعل الفيروس. إذا ما قام الفيروس كما يصف العلماء ذلك بردة فعل قوية أدت إلى تكريس هذا الإغلاق القائم حاليا، ربما يتم تأخير هذه الجداول الزمنية. لكن المؤشرات إيجابية إلى الآن، وهي انخفاض معدلات الإصابة في البلاد. الحكومة البريطانية في 22 من الشهر الجاري سوف تعقد اجتماعا لتقيم قيود الإغلاق الحالية، وعلى الأرجح سوف يعاد فتح المدارس في 8 مارس المقبل، هو الموعد المخصص بعد العودة للطلاب من الإجازات. كانت هناك خشية أن يتم تأخير هذا الفتح، ولكن واضح أن الحكومة سوف تتجه إلى هذا الإجراء إذا ما استمر هذا الانخفاض في معدلات الإصابة. أيضا الحكومة البريطانية أعلن أنها قد تقوم بإعادة فتح المطاعم والحانات عند بداية شهر إبريل المقبل، وطبعا كل ذلك مرتبط بتراجع معدلات الإصابة بهذا الفيروس. هناك 15% من البريطانيين من الأقليات العرقية من أصحاب البشرة السوداء والأسيويين يرفضون الحصول على هذا اللقاح، بالتالي الحكومة البريطانية تلجأ إلى أساليب بديلة من خلال التعاقد مع شركات استشارات، من خلال التواصل مع مسؤولي هذه الجاليات وهذه الأقليات العرقية، من خلال البلديات أيضا لإقناع هؤلاء بالحصول على هذا اللقاح. طبعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قالها منذ اليوم الأول، ليس في ثقافة بريطانيا الإلزام، ولكن بريطانيا بشكل أو بآخر قد تجعل هؤلاء يلتزمون بأخذ هذا اللقاح بناء على بقائهم تحت قيود الإغلاق العام في حال السفر، وإلزامية دفعهم لتكاليف الفحص إذا ما أرادوا السفر والعودة أيضا. بالتالي سيكون لهم وضع استثنائي، وعليه سوف يلجؤون نهاية إلى أخذ هذا اللقاح. طيب أنتقل إلى مراسلتنا من باريس بلقيس النحاس. بلقيس، فرنسا تبدأ أيضا تطعيم الفرق الطبية بلقاح أسترازينيكا، كم ستستمر عمليات التلقيح هذه، وإلى أين وصلت أيضا مساعي التلقيح في باقي أنحاء البلاد؟ بالفعل لينا، منذ المساء كانت قد وصلت دفعات من جرعات لقاح أسترازينيكا، وهو اللقاح الثالث الذي تستخدمه الآن الحكومة الفرنسية إلى جانب لقاحي فايزر بيو أنتيك وموديرنا. طبعا منذ البارحة تم تصدير الآن هذه الجرعات، والتي تقدر بحوالي 270,000 جرعة إلى المستشفيات في خطوتين أولى، ومن ثم سيتم توزيع هذه اللقاحات أيضا إلى المراكز الصيدليات، حيث تم تحديد حوالي 22,000 صيدلية على كامل فرنسا، والتي ستقوم بدورها خلال الأيام المقبلة بتنفيذ هذه التطعيمات، والتي حددت من قبل الحكومة الفرنسية للأشخاص الذين لديهم عمل في المجال الطبي، والإضافة لديهم احتكاك مباشر بالأشخاص المصابين بفيروس كورونا، والذين تقل أعمارهم عن 65 عاما، حيث أن الهيئة العامة للصحة الفرنسية كانت قد أوصت بأن هذا اللقاح أسترازينيكا أنه
لم يتبين بعد ليس هنالك بيانات كاملة عن استخدامه للأشخاص الذين يفوق عمرهم 65 عاما، لذلك تفضل الآن إلى حين أن يكون هنالك اكتمال هذه البيانات وجمع معلومات كاملة عن هذا اللقاح لمن يتجاوز عمرهم 65 عاما، بأن يقوم الآن فقط بالمحددة بالأشخاص الذين دون 65 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية بالإضافة إلى المساعدين المنزليين. ولكن يجب أن نذكر أنه أيضا لقاح أسترازينيكا اليوم بسبب سهولة تخزينه، حيث أنه من الممكن أن يحفظ في ثلاجات تقليدية في درجة حرارة بين 2 و8 درجة مئوية، وبالتالي فأنه سيستطيع على الصيدليات تخزينها. كما نعلم أن فايزر بيو أنتك وموديرنا يحتاجان درجات حرارة منخفضة أكثر، ناقص 20 لفايزر بيو أنتك وناقص ناقص 70 لفايزر بيو أنتك وناقص 20 لموديرنا. فهذا سيسهل الآن وسيساعد الحكومة الفرنسية من أن تسرع وتيرة التطعيم، حيث أنها قد وضعت أنه خلال نهاية هذا الشهر يجب أن يتم تطعيم حوالي 4 ملايين شخصا فرنسيا، بالإضافة إلى أن أسترازينيكا كانت قد وعدت الحكومة الفرنسية بأنها سوف تقوم بتقديم حوالي 1.5 مليون جرعة، سوف تبدأ خلال الأسبوع القادم بتزويدها بحوالي 450 ألف جرعة، ومن ثم سوف يكون هنالك في الأسبوع الذي يليه 700 ألف جرعة، إلى حين نهاية فبراير سوف تقوم أسترازينيكا كما تعهدت للحكومة الفرنسية تقديم 10 ملايين جرعة لفرنسا. وطبعا الحكومة الفرنسية الآن تأمل من هنا لحلول شهر سبتمبر أن يكون أي شخص يريد أن يتم تلقيحه أن يستطيع أن يأخذ هذا اللقاح. نعم لينا، أشكرك جزيلا بلقيس النحاس مراسلة الغد من باريس، وأشكر أيضا عمر بشير مراسلنا من لندن.